انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للدراجات للناشئين واللي بينظمها الاتحاد المصري للدراجات في محافظة بني سويف. بيشارك في منافسات البطولة 89 لاعب من مختلف مناطق الدرجات بالمحافظات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة درجات بني سويف. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة، إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي. في البداية لو تكلمينا عن المنافسات اللي بتشهدها البطولة من أول انطلاقها. والله امبارح كان اليوم الاول طبعا للبطوله، كان بيشرفنا وبتستضيف منطقه درجات بني سويف تنظيم هذا الحدث الضخم والرائع جدا في محافظه بني سويف. كان بيتواجد بالمحافظه وبتستضيف اكثر من 15 نادي المنضمين للاتحاد المصري للدراجات بواقع تقريبا 89 لاعب من محترفين الدراجات. كان سنهم بيتراوح ما بين تحت ال 16 وتحت ال 18، لان دي تعتبر بطوله ناشئين، وان شاء الله اليوم هيكون اليوم الاخير للبطوله والتتويج للفائزين الثلاث مراكز الاولى. طيب هنتكلم طبعا عن الجوائز بالنسبه للثلاث مراكز الاولى، لكن هل دي اول مره ننظم هذه المسابقه؟ هذه المسابقه يمكن من اكثر من 12 سنه ما تمش تنظيمها على ارض محافظه بني سويف، ويمكن ده الحدث الاضخم والاروع اللي تم في المحافظه في الفتره الاخيره يعني. طب يا فندم، يعني بما انها اول مره تنظم في بني سويف، ايه التجهيزات والاستعدادات اللي قمتوا بيها؟ والله هو طبعا كانت اهم الاستعدادات هي استقبال الفرق اللي موجوده، لان احنا تم استقبال محافظات كتيره جدا من محافظات الجمهوريه. كان بيشرفنا طبعا محافظه المنيا وبورسعيد والسويس، والهايك ستيب كانت من احد النوادي اللي موجوده. كان في برضو نوادي محافظه 6 اكتوبر، محافظة الفيوم، ففي محافظات كثيرة جدا كانت متواجدة معنا. طيب أعمار المشاركين يا فندم قد إيه وإزاي بيتم اختيارهم؟ معلش تاني سؤال. بسأل حضرتك عن أعمار المشاركين في هذه المسابقة، وبتختارهم إزاي؟ ناشئين تحت ال 16 وتحت ال 18 سنة. تمام. وطبعا الفئة دي مهمة جدا علشان بيتواجد معنا فيها اشراف مباشر من وزاره الشباب والرياضه، نظرا لان حضرتك عارف طبعا ان العمر ده بيكون فيه التفوق الدراسي. طيب بالنسبه للمسافات اللي بيتم استهدافها، لو هنتكلم تحديدا طبعا في اطار منافسات البطوله يا فندم. طبعا هو في 15 كيلو، ده احد السباقات اللي بيحطها الحكم العام. بيحدد المسافه اللي بيتم الشباب في السن ده بان هم يقدروا ان هم يتسابقوا عليها. في بيبقى سباقات 30 كيلو، في سباقات 60 كيلو حسب ما لجنه الحكام بتحدد. طيب بالنسبه للدرجات دي، انتوا اللي بتوفروها ولا كل متسابق بيكون معاه الدرجه بتاعته؟ هل في مواصفات معينه؟ لا طبعا، هو طبعا كل رياضه الدرجات عموما هي رياضه يعني بتحتاج مواصفات خاصه للدرجه اللي هيتم استعمالها من قبل اللاعب، ولكن كل نادي بيبقى مكلف باللعيبه بتاعته، هم بيكونوا الدرجات بتاعتهم جايين بيها يعني جاهزه. العدد النهائي المشارك في البطوله وصل كام فريق وكام متنافس يا فندم؟ احنا معانا 15، من 15 ل 17 فريق مشاركين. عدد الشباب زي ما قلت لحضرتك يتراوح يعني من 89 لاعب لتقريبا 95 لاعب يعني. هايل. طيب هل في التخطيط ان هي تنظم بشكل سنوي مثلا عندكم في المحافظه؟ هي طبعا بطولة الجمهورية بيتم يعني بتتلعب تقريبا سنويا، ولكن منطقة بني سويف ما كانتش متواجدة، كان في تجميد لنشاط منطقة بني سويف سابقا في السنوات السابقة، ولكن مع تشكيل المنطقة الجديدة احنا حطينا يعني على عاتقنا مهمة ان احنا لا لازم بني سويف تاني ترجع تستضيف بطولات ضخمة زي دي، خصوصا ان منتخب مصر زمان كان معظمه لعيبة من بني سويف. فاحنا بنحاول ان احنا نرجع العهد القديم زي ما بيقولوا. بس اعتقد ده تطلب استعدادات كتيره جدا عملتوها في المحافظه، يمكن ابسطها مساله الطرق، عمليات التامين عشان سلامه المتسابقين كمان. طبعا اكيد، ويعني انا عايزه كمان طبعا اقول ان الاجهزه الامنيه والتنفيذيه هنا في المحافظه بصراحه كانت دعم قويه جدا للبطوله دي، وطبعا على راس المنظومه السيد الوزير الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. يعني بصراحه قدموا كل التسهيلات والتيسيرات المطلوبه علشان البطوله تطلع بهذا الشكل المشرف. طيب يا فندم، بالنسبه للجوائز اللي بتقدم للمتميزين من المتسابقين بتكون عباره عن ايه؟ يعني بيبقى في ميداليات ذهب طبعا للمراكز الاولى، وبيبقى في ميداليات فضه،
وبيبقى فيه دروع وشهادات تقديريه يعني. يعني عاده الاحداث الرياضيه بتبقى مرتبطه اكتر بالميداليات الذهب والفضه يعني. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معانا الدكتوره والاستاذه ريهام ابو الدهب رئيس منطقه درجات بني سويف، شكرا لحضرتك يا فندم.